قصيدة حمدون قدمتها بناء على طلب أحد الأصدقاء، ولأني وقعت في حب الشخصية من أول نظرة وضعتها من ضمن مجموعة أعمالي. اللي صار الإماراتيين حبوا الشخصية. They go up. It's a very huge penthouse. ليلة جديدة مع أقوال صحف اليوم. وقال الحديدي في تصريح صحفي مع عالم الفند والأرقام في سوق الأعمال. هذا التذكير بإغلاقات الأسواق العالمية والعربية مرة أخرى. أهلا بكم في حلقة جديدة مع زوم إن. My team worked with this team very hard. My Ultra Drone is a very large project. قناة العقار يحييكم ولحضراتكم نشاط الأخبار. طائفة من الأخبار الاقتصادية لتابعوها معاً بعد هذا. أعزائي المشاهدين من برنامجكم الديوانية لكم مني أجمل ترحيب. وشوف دبي والحركة ما يحتاج يتكلم. إن شاء الله يعني زي ما أنت من الوهلة الأولى يعني حكيت هذا الطوال. ما نبغى نشيل التصميم الداخلي. السعودية نفذ إن شاء الله سيكون أكبر شعار دولة بإذن الله تعالى. وهذا مع الأسف أنا عندي موضوع أن الشركات الهندسية يجب تطور نفسها. السوق في تنافس، في كثير مكاتب، في كثير شركات. والله يا أخي بعطيك الأرض بسعر رمزي يحدد لك الأجار، ما شيء ممتاز. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج زوم إن. نحن اليوم في منتجع الدرجة الأولى على ضفاف المياه. انضموا إلينا في هذه الرحلة الممتعة في دبي فيستيفال سيتي. مجموعات 51 منتخبا يتنافسون على 14 مقعدا. يعني ايه مش فاهم؟ محدش بيتجرح قوي الا لما بيحب قوي. الدور الجاي بقى على الناس اللي لسه ما حصلناش حسابنا معاهم. لو ندى حصل لها حاجه هتدفع الثمن غالي جدا.